الرقابة مع نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أفهم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله، معايا أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر. بنكون في ساعة تثقيفية توعوية صحية طبية، وبيكون معنا ضيف، وضيفنا بيكون من النخبة، والنخبة فقط من الأطباء في مجالهم. وطبعا أنتم عارفين اليوم يوم النهدي كير، بيكون فيه دائما بيقدموا عرض وبيقدموا حاجة جدا حلوة إن شاء الله الجميع يستفيد منها. تواصلكم معنا على 012-616-1100، رسائلكم على 055-668-0201. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظام iOS، ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظام أندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق. فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم. سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. اللي ما سمع الحلقة من أولها وحاب تكون مرجع لي مصدر، حاب يرسل الرابط لأي أحد يستفيد منها، حلقة حتكون بإذن الله بكرة بالكثير موجودة على قناة ألف ألف أف أم على منصة اليوتيوب. الآن في عيادات النهدي كير بيقدموا عرض باقة مقاومة الأنسولين 799 ريال بدل من 1100 ريال، وبتشمل كثير حاجات، بتشمل كشف أخصائي باطنة وتحليل بول بالكامل والكرياتين وصورة الدم وتحليل الكوليسترول وتحليل السكر الصايم وتحليل الأنسولين وتحليل السكر التراكمي. تحجز وتستفسروا وتتواصلوا معهم، هيكون على الرقم 920024673. مرة ثانية 920024673، أو عن طريق تطبيق عيادات النهدي كير. واليوم زي ما قلت لكم الصباح قدمت لكم طبيبنا، قلت لكم من أروع الأطباء اللي بيكونوا موجودين معنا، حقيقي الفائدة بتمتد حتى لنمط الحياة، مع دكتور خالد أبو العزم، عضو الجمعية الأوروبية لدراسة مرضى السكري، والجمعية الأمريكية لمرضى السكري، وعضو الجمعية المصرية لأمراض الكبد. ومجالات الخبرة ما شاء الله مرة كثير، علاج مرض السكري وعلاج مرضى الغدد الصماء والضغط والشريان التاجي، الكوليسترول والسمنة. وقلت لكم الصباح برضو نحن هنتكلم عن تأثير مرض السكري على الأعصاب ووظائف الكلى، يعني في كثير يعرفوا هذه المعلومات وفي كمان الكثير يجهلها، ولازم يكون عندنا هذه الخبرة وهذه المعرفة لأنه السكري مرض العصر. كيف حالك دكتور خالد؟ أهلا وسهلا ومرحب بحضرتك وبالمستمعين، والنهاردة حلقة دسمة جدا عن التهاب الأعصاب مع مريض السكر و خلل وظائف الكلى، وطبعا دي من المضاعفات المعروفة لمرضى السكر ومعها طبعا شبكية العين، بس احنا هنتكلم النهاردة عن الأعصاب والخلل اللي بيحصل في وظائف الكلى. جميل، طيب خلينا نبدأ بيهم كمضاعفات. هل هي مضاعفات بتحدث مثلا بعد وقت مثلا معين أو في إهمال الحالة، أم إنها ممكن تصاحب مريض السكري وبس؟ السؤال ده طبعا مهم جدا حضرتك تسأليه، لأن الموضوع فعلا مؤلم جدا لمرضى السكر، وللأسف الشديد يعني محتاجين نعمل وعي أكتر للناس اللي بيصابوا بمرض السكر. مجرد أنه يعرف أنه عنده السكر يعرف أنه هو مستهدف من إصابات الكلى والاعتلال الأعصاب، وياخد الموضوع بجدية، لأن الموضوع مع الوقت بيحصل مضاعفات كتيرة بيسموها الميكروفاسكولار كومبليكيشن، بتأثر على الشرايين، الشعيرات الدموية الدقيقة اللي بتغذي الكلى وبتغذي الأعصاب وتأثر عليها، وطبعا معهم الشبكية بتاعت العين، فتأثر عليهم مع الوقت تخلي في اعتلال في وظائف وخلل في وظائف الكلى، وبيبقى صامت، يعني بيبدأ فجأة وانت مش بتشعر لغاية ما يبدأ تحس بالأعراض، تبقى دي الخطورة، لأن الرجوع لنقطة الصفر تبقى صعبة جدا. فعشان كده الحلقة النهاردة من الأساس موجهة لمرحلة ما قبل السكر، وللناس اللي لسه عندهم سكر جديد، وللناس اللي عندهم مضاعفات، عشان يعني يبدأوا ان هم يتجنبوا المضاعفات اللي ممكن تحصل زي الاعتلال الأعصاب وخلل وظائف الكلى. إيش العلاقة الحقيقي بين الكلى والسكر؟ السكر بيحب جدا الإنسان، والإنسان بيحبه جدا، السكر بيصيب الإنسان، وإنت بتتعامل مع السكر انت بتنسى وهو ما بينساش. السكر صديقك عزيز عليك، بينسلكش الإساءة. الإساءة اللي هي تعمل ايه؟ ان انت ما احترمتش مرض السكر وبقيت تاكل زي ما انت عايز، وانا ما فيش حاجة اسمها سكر، وفي التالي بيبدأ السكر يزعل منك شوية، يبدأ يحب جدا الأعضاء الداخلية اللي هي
اللي بيسموها مايكرو فاسكولار الكومبليكيشنز اللي هي الشعيرات الدموية اللي بتغذي الأعضاء بتصيب الأعصاب الطرفية في مرضى السكر وتصيب الكلى وتصيب العين. هي دايما العصب لما يصاب بالنقص زي مثلا الأرض عندنا لو احنا بنرويش الأرض مش بتبقى الأرض دي بور يبقى المية اللي رايحة لها. الدم لما بيقل عن طريق العصب لأن بيحصل ضيق في شرايين وشعيرات الدموية الضيق ده بيسبب ان الخلايا ما بتتجددش في الاعصاب زي ما هي. احنا عندنا لو مفيش سكر والانسان طبيعي وبياكل اكل صحي الخلايا بتتجدد على طول فبيبدا ياثر على حاجه اسمها الميلين تشيز اللي هي الغطاء زي سلك الكهرباء بالظبط مش بيبقى عليه الغطاء الابيض صحيح الغطاء ده لما بيتقطع بتشوفي السلك النحاس السلك النحاس ده العصب العصب بيبقى خلاص مكشوف اي حاجه بتيجي عليه الخلايا بقى ما بتنموش تاني السكر عالي على طول ودي الناس بقى اللي هي ما بتعتنيش اللي ما بتعملش تحاليل. ونقطة مهمة برضو الناس اللي بتروح تاخد علاج بس كده من الصيدلية كل 3 شهور ومن غير ما تراجع دكتور لا حضرتك لازم تراجع دكتور أصلا ما فيش حاجة اسمها كرر علاج تكرار علاج ده عايزين نلغي الكلمة دي خالص يتصلوا بيه تعالى كرر طب العلاج طب إذا نصبوا أول مرة يعني هو عشان كده بيكرر يتابع بالتحاليل يكرر العلاج والدكتور اللي يكتب له مش إنه هو هيروح يبلغ مثلا الصيدلية تبلغه إن أنت تيجي تكرر العلاج على الأقل كل 6 شهور مش 3 شهور لأن في ناس بتقعد بالسنة أو 2 يقول لك أنا ما رحتش لدكتور خالص ولا عملت تحاليل فمع الوقت الخلايا ما بتستعيدش نشاطها تاني مع الوقت هيأثر على الكلية مع الوقت هيأثر على الأعصاب يبدأ هو طبعا واخد الموضوع بنوع من الـ مثلا الاستهتار أو مش واخد باله خلاص أو عمل باخد نفسه باخد أدوية وخلاص أنا مش حاجة نفسي أنا مش كذا لا الموضوع أكبر من كده بكتير لأن الألام بتاعته رهيبة صامتة رهيبة بتبدأ وبعدين بروجريسيف بقى يعني بتبدأ إيه تدمر حاجة 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 لغاية ما علاجها ورجوعها للأصل الطبيعي بتاعها بيبقى صعب جدا علينا أن احنا نرجع له تاني فلذلك اليوم اللي هتعرف فيه السكر ابدأ. هنطلع فاصل ومكملين يعني دكتور خالد دائما حيرنا وقت الفاصل احنا نبغى نكمل كلامه ونبغى نسمع اكثر لانه سبحان الله اشياء من يومنا واشياء من الطبيعه يعني حاجات جدا بسيطه بس ممكن حقيقه تسبب ندم مره كبير يعني احنا بنتكلم على كليه بنتكلم على اعصاب بنتكلم على مشاكل كثير يعرف عنها لكن حتى ما يعرف ايش احساسها لانه الحمد لله ما جربها قبل كده فخلينا نحمي نفسنا من هذا الجزء. هنطلع فاصل قصير جدا راجعين ومكملين معاكم خليكم على السماء. يعني اكيد انه في جانب حلو دائما في كل حلقه او الجانب الحلو دائما بيكون يا هو الجانب الوقائي او التشخيص المبكر او الاهتمام حتى في الكلام حتى عن نمط الحياه وهذا كله بس احنا لسه ده الان بنفصل انه كيف الشخص ممكن يوصل لدي المرحله. هل ممكن عشان يعني هل ممكن الشخص مثلا يعني يصاب بالسكري وفي نفس الوقت على طول يكون عنده مشكله في الكلى وخلع اعصاب ولا هي مضاعفات تاخذ وقت مره طويل؟ تمام. اولا نقول الجانب الحلو النهارده في الحلقه المريض السكر ان اكثر حظا من اي حد فات. مريض السكر زمان ما كانش فيه جهاز سكر اساسا يتحلل بيه. احنا كان عندنا مثلا ايام ما كنا طلبه جهاز السكر ده كان اختراع يعني بيبقى موجود مع رئيس القسم مش موجود في اي حاجه. كان زمان يحللوا اليورين البول ويقول لك اللون الاحمر هياخد كام وحده اللون الاصفر مش عارف ايه. ما كانش فيه ادويه هي كام نوع دواء موجود وهو ده اللي موجود. ما كانش فيه وعي ما كانش فيه سوشيال ميديا الناس تدخل وتسمع وتشوف الحوارات. كان المريض فعلا مظلوم وكان بيجيله السكر لا يعرف ايه اللي ياكل ايه ولا يشرب ايه ولا الحاجات دي خالص. فالمريض دلوقتي ملوش حجة خالص. انت عندك كل وسائل عايز تسمع عايز تشوف عايز تاكل عايز تشرب هتلاقي كل حاجة بقت فيه السعرات قد ايه والدهون قد ايه والكربوهيدرات قد ايه. حاجة فعلا مالكش اي حجة نهائي. انت المرة دي لا يعني احمي نفسك من دلوقتي. هل يحصل بقى ان هو يكتشف السكر بالمضاعفات دي؟ بتحصل في الشخص المهمل طبعا اللي مش واعي خالص اللي هو عمال وزنه بيزيد وعنده ضغط ومش عايز ياخد علاج ولا عايز يروح لدكتور ولا عايز يعمل تحاليل وفي نفس الوقت مرحلة ما قبل السكر بدأت معاه وأهملها لغاية ما دخل في مرحلة السكر. ده غالبا بيجي مضاعفات بيجي بيها من أول يوم بقى بيبدأ يتحرك امتى بقى للدكتور؟ أول ما يقولك ده أنا حاسس بمسمار في رجلي حاسس بشوك في رجلي حاسس بنار في رجلي بدون اي مسبب او بدون ما يكون اتعود في رجلي مرحله مقاومه انسولين سنين. ما هو الموضوع ما بيجيش كده خالص. ده السكر بيمهله يقول له طب هشوفك بكره كده اطمن عليه يلاقيه ما سالش فيه ده كلب الليل ما اعرفش ايه ده شرب ايه
لا انا مش رايح للدكتور اصل الدكتور هيخوفني، لا مش هعمل تحليل اصل التحليل ممكن يطلع فيها سكر. فطبعا في الحاجات دي بيروح المريض يهمل نفسه ويظهر المرض عنده بالمضاعفات. يعني ممكن نكتشف جدا مرض السكر من دكتور العيون اللي راح له قال له لا روح شوف كده السكر وافحص وروح للدكتور، يوم يروح للدكتور يعمل السكر لها سكر 500. ازاي انا بشتكيش؟ ما انت ناسي حاجه مهمه، انت ناسي ان السكر بتاعك لما بيزيد جسمك بيتاقلم عليه. يعني ال200 اللي كنت ساعه ما يجي لك السكر 200 تروح الحمام رايح جاي وبتاع، لا جسمك خلاص خد على ال200 علي لل300، لا ده انت هتروح بقى الحمام وتتعب وتحس بالارق، يبدا يتاقلم مع المشاكل اللي جت. في حاجه اسمها الميتابوليك ريكول بقى، يبدا جسمه يتاقلم على السكر العالي ويبدا يتعود يقول لك انا مش حاسس بحاجه، روح لدكتور ليه انا كويس. والمضاعفات عماله تبدا، والاعصاب زي سلك الكهرباء اللي قلنا عليه عمال السلك يتعرى والسلك يعمل التهاب في النحاسه اللي هي جوه دي العصب فعلا، وانها تلم تاني وانها ترجع تاني بيبقى صعب جدا. ويبدا يروح لدكتور يلاقي زلال في البول، يلاقي ضغط عالي، يلاقي نقرس عالي. كل دي بتحصل طبعا، وزي ما حضرتك سالتي ان ممكن تحصل في ناس اللي هم بيهتموش بمرحله ما قبل السكر واللي بيجي لهم سكر في البدايه وما يهتموش بيه. يعني احنا خلينا نقول انه برضو يمكن في برضو خبريه حلوه في فكره اللي لاحظته انه التشخيص المبكر طبعا ممكن بيرحمه من كل المشاكل هذه طبعًا. كلها متى يروح، متى الشخص الطبيعي يروح يشوف سكره ماشي كويس او لا؟ ايش الاشياء اللي ممكن نحس فيها ونشعر فيها؟ اول حاجه اللي اسرته فيها سكر، الاب او الام عندهم سكر فلازم يروح يعمل تحليل على طول، دي رقم واحد. الشخص اللي وزنه بيزيد بدون احنا مش هنقول بقى تشيك اب الروتين والكلام، لا احنا بنتكلم على الواحد اللي هو شاكك او عايز يطمن. واحد والدك او والدتك عندهم سكر مستني ايه؟ ما تروح تعمل تحليل، تحليل بلاش، خد الجهاز بتاع الوالده اعمل تحليل في البيت، اعمل صايم واعمل بعد الاكل وتابع. واحد لقى نفسه عمال يروح الحمام بالليل كتير وبيقعدوا يفسروها المرضى بحته، انا اساله سؤال بتروح الحمام في الليل؟ لان دايما في الليل ده ما بينساهوش، بالنهار بينساه. يعني لو قلت له انت رحت كام مره بالنهار ما يفتكرش، لكن بالليل لك ده انا قمت مرتين صح. فيجي تساليه يقول لك اصل انا شربت ميه كتير امبارح وقهوه وشاي فروحت الحمام. قلت له يا عم انا بسالكش انت شربت ايه، انت رحت ولا ما رحتش؟ فيقوم يقول لك انا بروح كل يوم بروح بالليل مرتين. يعني هذا الشخص السليم مثلا لو يعني خلينا نقول يعني اخذ مشروبات بزياده قبل ما ينام، ومريض السكر حيختلف روحتهم يعني مثلا لدوره المياه بالليل؟ اكيد طبعا لا تختلف، تختلف. ما هو المشكله في ايه؟ اذا انت شاكك ما تعمل تحليل. ليه نقعد نقول اصل ما انا بقول لك انت مريض محظوظ ما فيش اي حاجه، انت عندك اجهزه، ما فيش حد في بيت في مصر مثلا او في العالم او في اي حته قال عنده مريض سكر في البيت في العيله، عنده جهاز حلل، الصيدليات حلل، يعني تحاليل موجوده متوفره، التامين متوفر للكل يعني. فدي حاجه طبعا مهمه الناس لازم تهتم بيها. ممكن جدا ما تشعرش بحاجه خالص، وتلاقي في ناس ساعات بيجي يحلل يقول انا بحلل عادي خالص، وفي اعراض بتيجي هو بيفسرها ده برد مكيف اصل ضرب في ظهري صح، اصل اعصابي البرد من المكيف، اصل انا ما بنامش كويس، اصل مش عارف عندي ايه، بيقعد يفسر اصل انا وزني بيزيد اصل باكل كتير، يعني هو او وزني بيخس اصل انا يعني باكلش، يقعد يفسرها لنفسه. ايه يعني بيدور على حلول منطقيه، بس انه في الاخر عشان يتفادى خبريه زي هذه او الكثير. خلينا نكون صريحين دكتور، يعني بيقول انه انا حياتي حتتغير تماما لو اكتشفت انه انا عندي اي مشاكل في السكر، هم بيفكر انه حياتهم حتتغير للاحسن. لا هو هو على باله راح تتغير للأسوأ. لا يعني لو عندي سكر راح تتغير حياتي، كيف قلت للأحسن؟ معلش الحياه هتتغير للأحسن لو اكتشف ان عنده سكر. ليه؟ لان اكتشف ان عنده سكر هيبدا يرجع يصحح الحاجات الغلط اللي في حياته، هيبدا يرجع للوزن المثالي، هيبدا يرجع للسكر الطبيعي. هو مش هو جسمه خد على السكر العالي فما بقاش يحسس انه في، مش زي الضغط. ليه بيتسموا الضغط القاتل الصامت؟ بيضربش خالص الا اذا ضرب اوجع، يعني ضرب ضربه جامده بتبقى نزيف بتبقى كذا، لكن عمرك ما تشتكي من حاجه. ممكن ده مش ده بنسبه كبيره الناس ما بيشتكوش من حاجه، لكن يقيس الضغط يلاقي الضغط مثلا عالي جدا وهو ما بيشتكيش من اي شيء خالص. يعني السكر ليه اعراض لما يبدا يوصل لمشاكل في الاعصاب او بيبدا يدخل في مشاكل في الكلى، ايش بيبدا يشعر المريض بمضاعفات او باعراض او علامات بتكون مؤلمه اكثر من اللي هو الطبيعي؟ كيف ايش بيحس؟ انا هقول معلومه مهمه من خلال ممارستنا الطبيه. دايما لما تلاقي العيله فيها مريض سكر، والدك او والدتك، هتلاقي مثلا عنده التهاب في الاعصاب، غالبا انت كمان معرض انك تصاب بالتهاب الاعصاب.
عندها مشاكل في الكلى غالبا انت نفس الكلام، العين غالبا انت هتاخد الكاتيجوري ده فتبدا تحمي نفسك من الحته دي. هيشتكي بايه بقى اول ما يبدا؟ بيبدا يحس يقول لك، في واحد يجي يقول لك انا رحت لدكتور العظام اصل عندي مسامير في رجلي. صح. طبعا دكتور العظام اداله مسكنات واداله حاجات وعمل له اشعه على ما فيش حاجه خالص، دي حاجه ما تقول لك خالص. يشتكي ان هو مثلا بيجي يقف بالليل يقع يدوخ، ما هو الاعصاب مش بس الاعصاب الطرفيه الايد والرجل وكده، لا ده الاعصاب الجهاز الهضمي، مرضى السكر كلهم بيشتكوا من الامساك وهو ما هوش عارف ان ده التهاب في الاعصاب، حركه الامعاء بتتغير. يجي يشتكي بان السكر يهبط وهو مش حاسس، ودي اخطر انواع التهاب الاعصاب يعني خصوصا في السن الكبير، يشتكي بالسكر بيبدا ينزل ويحس بعرق ويحس بحاجات زي كده وما فيش هبوط، اللي هو يجي يقوم يحس دايخ ويقع، والناس الكبار كمان اكتر ناس كده. لكن احنا خلينا نقول الحاجات البسيطه اللي في الاول بقى خالص، شكشكه بس في الرجل، حس دبابيس يقول لك دبابيس، ناس يقول لك، واحد تاني يقول لك مسمار، واحد تاني يقول لك انا ما بستحملش الغطاء بتاع وانا نايم بالليل، الغطاء بنفسه ما بيمشي على رجلي بحس بكهرباء، الم حس بكهرباء. ناخذ اتصال نرجع نكمل الموضوع. الو، يا الو، الو، طيب. ايوه معك. مين معنا ومن وين؟ هارون من السعودية. هارون اقفل الراديو من فضلك. عندي سؤالين للدكتور ان شاء الله. اتفضل. السؤال الاول، انا اذا حصلت لي ابسط مشكلة يجيني نشفان بالحلق ورجفة شديدة، هل السبب هذا يعود يعني ارتفاع سكر ولا ضغط؟ انت متشخص سكر او ضغط لا سمح الله يعني؟ لا والله. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، ايش الفرق ما بين ارتفاع السكر وهبوط السكر، يعني ايش الاعراض؟ حلو حلو سؤال، شكرا شكرا. اسمعنا هارون. بالنسبة لل، طبعا طبيعي اما الواحد بيتعصب لازم الجهاز العصب السمبساوي يبدأ يشتغل، العصب السمبساوي ده ينشف الريق، يخلي الواحد يبدأ ضربات قلبه تزيد، يبدا الريق ينشف، لانه بقى بيبقى في حاله ايه، الهرمونات بتبقى في حاله استعداد لحرب معينه، هو يتعصب حاجه بتتغير الهرمونات بقى، احساس الهرمونات بيبدا يتغير. فده ممكن يبقى طبيعي، لكن لو بيتكرر وانت مش متعصب لازم تعمل تحليل ايه، سكر. موضوع التاني، الفرق بين زياده السكر وهبوط السكر. هبوط السكر مميت خطير صعب، يعني اللي يجيله مره هبوط سكر لا يمكن يتخيل انه ممكن يجيله تاني. هبوط السكر بيبقى تعرق جامد، زيادة في ضربات القلب، بيبدأ يحس ان هو مش مظبوط خالص، ويبدأ يحس بقى يدخل في ايه، عرق جامد، يعني تدخلي عليه مثلا لو واحد تلاقي السرير اللي نام عليه مبلول مية خالص، يعني تلاقي عرق جامد، وطبعا ده إمرجنسي لازم يتلحق بسرعة، ودي عايزة حلقة بقى نبقى نقول ايه الحاجات اللي احنا ننقذ بيها المريض. طب هل لها درجات؟ يعني ممكن يكون تعرق اقل وممكن يكون بزيادة؟ اسوأ الدرجات بقى اللي احنا حلقة النهاردة، التهاب، اما يكون عنده التهاب اعصاب مش هيحس بال. طيب انا اقول لكم على حاجة بعد الفاصل، حنرجع ثاني نعيد على هبوط السكر، وحنعرف ارتفاع السكر، وحنعرف الفرق بينهم. سؤال جدا جميل هارون، شكرا لك. فاصل قصير وراجعين. معاكم ونرجع للسؤال الأخير، كنا بنقول الفرق، كنا بنقول إنه في تدريج، ممكن شخص يكون تعرقه أقل في هبوط السكر، ممكن يكون أكثر ويوصل لمرحلة إنه يعني غرقان على قولهم. هو نعمة من عند ربنا إنك تحس بالأعراض. طب هذا يختلف يعني حسب نسبة الهبوط اللي حاصلة؟ لا، على حسب درجة التكرار الحالة. نعم. يعني وخصوصا في الأطفال لما بيجي لهم هبوط السكر، الناس اللي بتاخد أنسولين سواء سكر نوع أول أو تاني، فتكرار هبوط السكر والتهاب الاعصاب اللي بيبقى موجود يديله ان اويرنس، يعني بيسموها عدم ادراك ان فيه هبوط سكر، يعني هو السكر عمال ينزل وهو مش حاسس بيه لغايه ما يوصل لايه، فجاه يلاقوه في غيبوبه، ودي بتبقى حاله امرجنسي جامده جدا، دي اخطر الانواع. هبوط السكر العادي بقى اللي هو المريض بيشعر فيه ان هو طبعا هبطان وتعبان، وبيبدا كده فتره كده مش حاسس باي حاجه وعرقان وضربات قلبه بتزيد، ده بيلحق نفسه. وانا انصح ان النوع اللي الناس اللي بتجيلها هبوط السكر لازم تراجع المريض كويس جدا مع الدكتور
ويراجع ويبقى فيه وعي وانتظام فيه ان هو يتابع السكر والتحليل ويشوف يغير نمط العلاج بتاعه، يغير بحيث ان السكر ما يعلاش. والناس الكبار في السن اللي فوق ال 70 و 80 لازم السكر التراكمي دايما نحافظ عليه على 8 مش 6.5 و7. ليه؟ لان الناس دي بيبقى عرضه لهبوط السكر بشكل رهيب، ممكن يبقى عايش في البيت لوحده بياخد ادويه او ينسى، عنده مثلا الذاكره ضعيفه فينسى انه خد الحبايه يروح واخد تاني، ودي مشكله كبيره. وفي بعض الانواع الحبوب ما تنفعش في السن ده، فلازم يبقى في ديسكشنز كامله، مناقشه كامله مع الطبيب ومع الاسره عن العلاج لو اتكرر من اول مره يحصل له هبوط في السكر. طب الارتفاع، الارتفاع علاماته زي كالاتي. واحد، هم ثلاثه مع بعض بيجوا دايما كومن مع المرضى، في حاجات مش كومن، في حاجات بتبقاش واضحه. واحد عنده مقاومه انسولين فتره طويله فما بيحسش بالشكوى قوي، لكن هو يروح الحمام كتير، يشرب ميه كتير، وفي نفس الوقت بيبدا ايه يحس بالعطش جامد، وزنه بينزل. دي علامات اللي هي الكومن يعني. طب مين فيهم اللي طريق يعني الطريقه الاقصر لمشاكل الاعصاب والكلى؟ الاكثر عرضه الشخص اللي الشخص اللي هو مش مهتم بالموضوع، سواء ارتفاع او هبوط. طبعا مضاعفات ما له اي دخل، بس المضاعفات هذه ممكن تكون للشخص. يعني هذا كله كلام مرعب يعني بصراحه يا جماعه. طيب هل في تحاليل او يعني اشياء يعني في طريقه التشخيص بتختلف مثلا للشخص اللي بيعاني من مشاكل في الاعصاب او في الكلى؟ طبعا خلينا نتكلم ان الاعصاب، التهاب الاعصاب والكلى ليهم اسباب كتير، بس احنا بنتكلم النهارده عن السكر من ضمن الاسباب. يعني الموضوع مش ان الكلى بتحصل فيها خلل عشان السكر، لا، ممكن يحصل لها من حاجات كتير. ارتفاع ضغط الدم، وانا مش عارف ليه الناس بتهمل الضغط دايما، ما يتكلموش على الضغط، ودايما لما تقول له خد حبايه الضغط يقول لك لا انا هظبط انا كويس. صح. الضغط بالذات مظلوم بشكل رهيب. يعني تعرف ان الكلى، الفشل الكلى والحاجات دي، يمكن الضغط اكتر من السكر كمان. تمام. الناس اللي بتدخن نفس الكلام، الناس اللي عندها مشاكل في المناعه، يعني في اسباب كتير، بس احنا النهارده بنتكلم عن السكر. يلاحظ بقى ايه، لازم يعمل تحليل بول باستمرار، يشوف في زلال في البول، لو خصوصا لو والده او والدته عندهم مشاكل في الكلى نتيجه السكر. لازم يعمل حسابه انه ممكن يبقى معرض لحاجه زي كده. يعمل وظائف الكلى، مش الكرياتينين اللي احنا بنعمله دايما، لا، الكرياتينين بياخد وقت طويل عشان يتغير. لكن يعمل الزلال ويشوف نسبه الزلال للكرياتينين في البول، ودي مهمه جدا عشان يشخص بيها، او يعمل اشعه تلفزيونيه، دكتور الاشعه بيشوف حاجه تغيير في شكل الكلى، يبقى بدايه اسمها جريد 1 نفروباسي، يعني حاجه في البدايه خالص. تمام. التهاب الاعصاب، مجرد انه يحس بشكشكه في رجله يبدا يظبط السكر والتراكمي ما يزيدش عن 6.5 7 على حسب السن، و7 ده بالكتير، ويحافظ عليه بقى، لان الشكشكه دي هتوصل بعد كده لكدمات بتحصل له وهو ما بيحسش بيها، يدوس على حاجه في الارض وهو مش حاسس برجله خالص لان فقد الاحساس، ويلاقي فيه دم ماشي كده وهو ما هوش عارف الدم ده جه من ايه، لبايت ما يبص في رجله يلاقي فيه جرح في رجله وهو ما يعرفش. ففي الحاله دي هيبقى وصل لمرحلة عدم الإحساس اللي هي أخطر المراحل، إنه فقد الإحساس في القدم، يبقى يبدأ ويرجع تاني. أول ما يحس بحاجة غريبة في رجله يلحق مع الدكتور يغير نمط حياته. الطب كيف بيتعامل مع هذه الحالات إذا كان الشخص يعني مثلا وصلت المضاعفات للأعصاب أو وصلت للكلى أو وصلت للاثنين؟ كيف بيتغير بروتوكول العلاج هنا، أو كيف بيتم التعامل مع الحالة هذه؟ طبعا لازم يغير، لازم يسيطر على الضغط، لازم التحاليل كشاملة تتعمل، الكوليسترول بتاعه يبقى كويس، السكر بتاعه يرجع للطبيعي، يظبط العلاج، يمشي مع دكتور. نلحق الموضوع، اصل لو انا لحقت الموضوع في الاول، زي بالظبط اللي بيبقى عنده حاجة معينة في السيارة بتاعته، ولو لحق الموضوع قبل ما السيارة تخرب خالص هيبدأ ينقذ الموضوع، بدل ما يقولك ايه انا ما اهتمتش، انا ما غيرتش زيت، انا ما عملتش، فيقوم الموتور بتاع العربية يبوظ. ده مثل حي للناس تفهمه. انت لو عينيك وودنك وكله على المكان اللي بيتعب في جسمك هتبدا تحس باحساس تاني خالص. دكتور، هنا في سؤال بيقول يبغى راي الدكتور في جهاز اجهزه قياس السكر اللي هي باللصقات بدون عينه الدم. هي في اجهزه بتتوقف على تركيبها، اجهزه اللي موجوده في موجوده، معظم الناس السكر نوع الاول بيحطوها، دي بتتوصل جهاز بيركب ويتغير الكارتش كل 14 يوم. الأجهزة دي كويسة جدا، بس لازم يقارنها دايما بالأجهزة التانية اللي هي بتاعت الدم،
اللي هي الاجهزه العاديه. يعني طب اختصر ويجيب الجهاز اللي قدام احسن. لا لان لو حضرتك مش متخيله الناس السكر نوع الاول بيشكشكوا كم مره في اليوم. ده اصلا بيتصل بالموبايل بابا ومامته بيبقى معاهم اكسس وهم نايمين في اوضتهم شايفين القرايات بتاعه الولد. فبيبقى احساس ثاني خالص. وعلى فكره انا شفت اجهزه كتير السنسور بتاعها ممتاز. الله. هو لو مش ممتاز بيراجع الشركه اللي هي النوع اللي جابه فيها وهم يركبوه له صح. احيانا بيكونوش مركبينه صح لكن الناس اللي ركبوه صح. انا قارنت عندي في العياده مع الجهاز ومع المختبر لقيت القرايات كويسه. فده بينقذ المريض من شكشكه كتير وخصوصا الناس اللي بتاخد انسولين. هنا بيقول الدكتور اول ما اصحى من النوم عندي مراره في الفم وانتفاخ تحت العين تعب ارهاق ويتاوب لفتره طويله. لا دي اعراض ممكن تبقى عاديه خالص وبنصحه نعمل تشيك اب على جسمه كله على اساس نطمن على الكلى يعني. يعني هذا ممكن تكون كمان مشاكل في الفيتامينز او شيء زي كده. ممكن طبعا غده درقيه في حاجات كتير يعني. طيب دكتور يعني كيف احنا نتعامل مع هذه الحاله؟ هل هذا الشخص وصل لمرحله خطوره نقدر نقول مره رهيبه سواء الاعصاب او الكلى ولا خلاص هو في طريق منحدر؟ لا طبعا مفيش حاجه في الطب حاجه اسمها طريق منحدر خالص. وبعدين الطب كل يوم فيه جديد يعني. لكن المشكله ما هو انا لو قعدت ونصحته وقلت له وهو ما سمعش المشكله بتبقى في المريض وجزء على الطبيب اللي هو بيوعهوش او بيفهمه. يعني لازم الطبيب يبدا يوعي المريض ويبدا يحسسه انه بالمشكله دي ايه ويستمع للطبيب لان هي دي الاساس. هو المريض عليه عامل كبير جدا يعني. ناخذ اتصال يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا وائل. كيف حالك يا سيدنا؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ والله انا جميل كذا بلقاء الدكتور الله يحفظه. والله كلامه مره ممتاز صراحه. فعلا فعلا. تفضلي وائل بسؤالك. والله سؤالي عندي مشكله في الضغط. عندي ضغط دائما عالي هذا اولا. وثانيا توجه فحصات زي كذا وطلع عندي الكرياتين عالي والبوتاسيوم منخفض. وعندي مشاكل في التوقف في المرارة ومشكلة كده. دكتور عندك سؤال لوائل؟ عمره وسنه ووزنه. العمر والوزن. عمري فوق 50 دكتور. في سكر؟ وزني 95. في سكر؟ لا ما في سكر. طيب تمام. تفضل دكتور. طبعا سؤال مهم جدا زي ما كنت بكلم حضرتك من شويه على موضوع الضغط. الضغط طبعا وظايف الكلى بقى مش الكرياتينين بقى هو علي اللي بيقول طبعا البوتاسيوم كويس ان هو لسه طبيعي. لا وبيقول منخفض. منخفض يعني كويس يعني بالنسبه لنا احنا ما يبقاش عالي. لازم بسرعه يعمل الزلال اللي في البول ويعمل كمان معدل الترشيح الكلى. ده اهم حاجه اهم من الكرياتينين نفسه. اشوف الكلى دي بترشح قد ايه. الكليه اصلا عامله زي المصفى كده بترشح السموم الحاجات الخارجيه بتخرج الحاجات اللي هي ضاره بالجسم وتستفيد بالحاجات التانيه ترجعها تاني. فلما بيحصل توسع في المصفى دي اللي هي الترشيح بتاعها الكلى فبتبدا تفرد اللي هو الزلال بقى اللي هو البروتين ينزل بقى. فده طبعا بيعمل مشاكل جدا في الجسم كله. يورم رجله ويحصل ايه مضاعفات كتير. يعني كثير دائما يعني اكثر كلمه نسمعها انه التحاليل الدوريه التحاليل اللي تطمنك على نفسك. كمان انت طبيب نفسك اي احساس غريب يعني. دكتور خالد سهل لكم اياه يعني دوره المياه استخدامها بطريقه غير طبيعيه في الليل وتكرار هذا الامر هذا لوحده يخليك تخاف على نفسك وتروح تشوف كيف وضع السكر والامور هذه كلها. الشفاء للجميع يا رب. حنطلع فاصل قصير خليكم على السماء. نبدأ فقرتنا باتصال ومعنا سعيد الزهراني. سعيد كيف حالك؟ الحمد لله الله يعطيكم العافية جميعا. من وين يا سعيد؟ من جدة. تفضل. عندي سؤال للدكتور بعد إذنك. تفضل. يعطيك العافية دكتور. وأنا بس بسأل عن تأثير السكر على الأعصاب وهل من الممكن بعد تطبيق السكر أن الأعصاب ترجع زي ما كانت؟ تمام. السؤال الثاني عن المضخة اللي هي مضخة الأنسولين الحديثة. هل كل المرضى يقدروا يركبوها او لا؟ تمام حلو. تفضل دكتور. طبعا لو رجع السكر طبيعي في بدايه لما حصل مضاعفات المريض بيتحسن بنسبه كبيره جدا. ما بيحصلش بقى لا يوصل على الاقل الفايده من العلاج انه بتوقف استمرار المضاعفات.
بتوقف عند الحد ده. يعني هو كان هيوصل لمرحله انه يفقد الاحساس, خلاص مش هيوصل للمرحله دي. الجروح الدايبيتيك فوت اللي هو القدم السكري والحاجات دي ان شاء الله مش هتحصل, بس يستمر مش ينزل السكر التراكمي النهارده وبعد شهر يرجع تاني. الفلكتويشنز ده اللي هو التذبذب في السكر ده بيصيب المريض بمشاكل كتير. فعشان كده لا, دي حاجه. تاني حاجه, ضخة الانسولين بيحددها الدكتور مع وغالبا مع الناس اللي بتاخد انسولين عشان بدل ما يتشكش كل يوم واربع مرات في اليوم وحاجات زي كده, فبيركب المضخة, وغالبا بتبقى سكر النوع الاول. يعني التناسب او مناسبتها لاحد المرضى بيكون على حسب حالته برضو. طيب هديل. الو, اهلا وسهلا, من وين يا هديل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام, من وين تكلمينا يا هديل؟ من الرياض. من الرياض, تفضلي. حابة أسأل الدكتور سؤالين. تفضلي. السؤال الأول, أنا لما أكون جالسة مثلا متربعة في الأرض ما أطول مثلا, فعلى طول أحس تنميل في رجلي. ده طبيعي يعني. كيف؟ ده طبيعي. طيب تمام. السؤال الثاني, لما أطلع وأنزل من الدرج أسمع صوت, يعني يطلع صوت من ركبتي, خصوصا لما بغسل الدرج أو شيء زي كذا يطلع صوت, بس ما أعرف يعني. طب أنت عمرك قد إيه ووزنك قد إيه؟ عمري 32. أيوة. وزني تقريبا في 70. في 70. والطول؟ 155. تمام, أوكي. أي. والسؤال الثاني, زوجي دائما لما يعني بيطلع من درج أو بيتحمم أو يطلع من الحمام الله يكرمك, دايما معرق, حتى لو أنه مثلا جلس في مكان بارد معرق, ما أدري. طيب. إيش المشكلة. طيب, طيب هدي. طيب, العرق اللي هو بيحس بيه باستمرار لازم يعمل تحليل غدة درقية ويطمن بالتحاليل, ان شاء الله يطلع ما فيش اي مشكلة خالص, بس لازم نعمل طبعا تحليل. وبالنسبة لها طبعا الوزن بتاعها لازم ينزل شوية, وطاقتها دي بتبقى حاجة عادية بالنسبة لها, ما فيش اي مشكلة يعني. اذا حس فيها ازعاج اكثر بما تخصص العظام حيفيدك اكثر يعني. لانه يعني هذه احنا عندنا شوية هوس بكل حاجة ممكن تحصل معنا, يعني بنقول لا افراط ولا تفريط يا جماعة. بالضبط. يعني انا متهيأ لي, ما عرفت يعني, صححني اذا كنت خطأ دكتور خالد, اذا كان الشخص كل 3 شهور او كل 6 شهور كل 6 شهور او حتى سنة ممكن توصل انه عمل تحاليله من وقت الثاني او حس باي فرق, حيبدا يعالج مشاكله مره بسهوله باذن الله. نقول الو. الو, السلام عليكم. عليكم السلام, يا هلا. مين معنا, من وين؟ هاتي ام طلال, ممكن اكلمش الدكتور؟ من وين يا ام طلال؟ من الطايف. تفضلي. الى صبحت يا دكتور. تفضل. انا الله يكرمك عندي الحمام رخص بكثره, حلالتي يقولوا ما عندك سكر, بس أنا معايا الغدة, معايا ملاح. طيب حضرتك عمرك قد إيه؟ يمكن 50 55. تمام. تابعتي مع أي دكتور مسالك لو عملت تحليل سكر كويسة؟ بتاخدي أدوية ضغط مضر للبول؟ لا بس الأدوية الغدة. طيب تمام, أوكي, حاضر. تمام. طبعا مروح الحمام كتير في ساعات في السن ده بيبقى في حاجه اسمها المثانه العصبيه, بيبقى كده شرب السوائل كتير, الناس ما تبقاش عارفه ان الكافيين الشاي والقهوه كتير يخلونا نروح الحمام. نوع الادويه اللي بياخدها المريض, التحاليل كامله, تعمل تحاليل هل في التهاب في المسالك, هل الاملاح ممكن يكون لها علاقه؟ ممكن طبعا, الاملاح لما تنزل تعمل اعراض التهاب المسالك وهي ما عندهاش التهاب, تعمل تحليل ما يبقاش في صديد للاملاح, بتنزل تجرح, الاملاح بيبقى مدببه كده, تنزل كل شويه يروح الحمام. والناس تفسيرها لمروح الحمام مختلف, يعني في واحد يقول لك انا بروح حمام كتير بس هو بينزل نقط بسيطه, مش ميه كتير زي مريض السكر, فدي برضو بتبقى محتاجه الفحص ومعمول تحليل بول وتعمل اشعه تلفزيونيه على الكلى والحالب وتطمن يعني. طب خلينا نتكلم شويه دكتور بعد اذنك عن مضاعفات المضاعفات, يعني لو لا سمح الله فعلا هذا الشخص تاثرت الاعصاب عنده او الكلى, يعني الخوف هنا من ايه بيكون في المرحله اللي بعدها؟ الخوف انه يوصل لمرحله الفشل الكلوي, دي النقطه المهمه. هذا بالنسبه للكلى. وبالنسبه لالتهاب الاعصاب انه يوصل لمرحله اللي هو الدايبيتيك فود, القدم السكري. فدي الخوف من كده واللي احنا بنعالجها, لان هو اصلا مريض ده مش هيعرف ينام, مش عارف ينام من الشكشكه اللي في رجله, ده تنميل وخدلان في الرجل, ودي اخطر حاجه انه ما يحسش مثلا, يعني يلبس الحذاء مثلا ما يتخلع منه, بيبقى اللي هو زي الحذاء ده المفتوح بيتخلع منه, هو ما يدراش, يبقى ماشي خالص ويقع ويدوس على حاجه ويبدا يحصل كده. انا بنصح الناس
اللي عنده سكر سواء عنده التهاب اعصاب ولا يفحص رجله كل يوم، وقبل ما ينام يبص على صوابعه ما بين صوابعه في بياض ما فيش، يعمل بيسموها الفوت كير، يعني ازاي يعمل ايه يشوف رجليه. لو راجل كبير في السن ابنه او بنته يبص على رجليه، ممكن جرح بسيط نلحقه ما فيش اي مشكله. ساعات هو داس على حاجه وعمل جرح بسيط جدا، يعني مجرد انه ياخد مثلا انتبيوتيك مضاد حيوي فتره بسيطه والموضوع ينتهي. الجرح بسيط بيزيد وهو طبعا ما خدش باله لان الالم ما بيحسش بيه قوي. ده لدرجه انا عايز اقول لحضرتك موضوع الالم كمان، الناس اللي عندها سكر عشان التهاب الاعصاب اللي عندها ممكن يجيله جلطه في القلب وهو مش حاسس ويروح مستشفى بعد كده لو عدى منها يعملوا رسمة. انت جالك جلطه قبل كده؟ لا ما حسيتش بيها. اسمها بينلس انفاركشن. يعني ابغى اكد على كلام دكتور خالد في نقطه جدا 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 مهمه. احنا يعني تقدر انت تشيك على نفسك وتشوف نفسك وتشوف قدمك وتشوف هذه الامور كلها. اهتموا بكبار السن خصوصا المنومين لاي حالات برضو صحيه مختلفه. آه طبعا. في المخ او في الاعصاب. يعني شوفوا كل تفاصيل جسمهم عشان تكونوا لما تيجوا يعني تلحقوا الامور من اولها. احنا بنتكلم على حالات، هل هذه المضاعفات ممكن تحصل لاي عمر اي فئه عمريه مصابة بالسكر ولا بتكون بزيادة في أعمار معينة دكتور؟ طبعا هي بتوقف لما تشخص كان عنده ولا ما عندهوش. يعني في البداية عنده يبقى بقالها كتير السكر عنده هو مش كان حاسس، هي مرحلة ما قبل السكر. طبعا بيبقى عرضة أكتر لما السكر بيطول، هي بتاخد سنين عشان تحصل، بس إحنا بنقول له ليه توصل للمرحلة دي ما تلحق نفسك. صح. نرجع نقول تحاليل واهتمام بالصحة، وأكيد دكتور خالد لو عنده وقت هيقول لكم نمط حياتك والدايت اللي انت تستخدمه. هذه الأشياء كلها هي اللي حتقدمك يعني للأمام، وهي اللي حتريحك مرة كثير، وهي اللي حتخليك ترجع لورا بالنسبة فيما يخص المرض أو مضاعفاته. وأحب أذكركم قبل ما نختم حلقتنا أنه في عيادات النهدي كير الآن في عرض باقة مقاومة الأنسولين ب 799 ريال بدل من 1100 ريال، وبتشمل كشف أخصائي الباطنة، تحليل بول بالكامل والكرياتينين، وصورة الدم، وتحليل الكوليسترول، السكر الصايم، الأنسولين، والسكر التراكمي. استفسروا، أسألوا، أحجزوا براحتكم على الرقم 920024673 920 24673، أو عن طريق تطبيق عيادات النهدي كير. أخصائي أمراض الباطنة اليوم كان ضيفنا الرائع دكتور خالد أبو العزم، عضو الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، والجمعية الأمريكية لمرض السكري، والجمعية المصرية لأمراض الكبد. مجالات الخبرة ما شاء الله مرة كثير، من أمراض السكري، الغدد الصماء، الضغط والشريان التاجي، الكوليسترول والسمنة. وهذا الشيء بيريحنا في حوارنا معه، لأنه إحنا هنا لما بنتكلم مع دكتور خالد بنعرف حتى مضاعفات أكثر. نعتذر كمان يا جماعة اللي ما قدرنا نجاوب معهم بالاتصال أو الرسائل. شكرا دكتور خالد على وجودك. شكرا لحضرتك. شكرا ويعطيكم العافية وألف سلام عليكم جميعا. معلش بس نقدر، معلش فينا نجاوب على ده السؤال؟ ما حيهون علي. بيقول عندي انتفاخ في عروق الدم في الساقين، هل ممكن يكون لها علاقة بالحالات اللي قلناها اليوم؟ لا ده ممكن تبقى دوالي في الساقين. إن شاء الله أنك بخير. يعطيكم العافية، على أمل الجد دقائي فيكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 11 الصباح. شكرا أحمد موسى معنا من الإخراج، كنت معكم نهى سعدي في أمل الكريم، وانتبهوا على بعض.